السلام عليكم أصدقائي المتابعين في كل مكان. النهاردة ومعانا جريمة بشعة حصلت في بورسعيد. ست لقيوها مقتولة في بيتها وجلدها مكوي بحاجة مغلية اندلقت عليها، وكل شهادات الناس بتشهد ان الست دي غاية في الاحترام والاخلاق. وبعد ما كان الشك في حرامي دخل البيت عشان يسرق حصلت المفاجأة. لكن قبل ما نبدأ كده ياريت نصلي على النبي وتفعلوا اللايك والشير والمتابعة، ويلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، مع أخوكم أنا أحمد الحكيم. أهلا بيكم. مدينة بورسعيد مدينة هادية نايمة في حضن البحر ورايقة، ومتفرع منها مدينة بور فؤاد، أصغر مدينة ممكن تشوفها تلفها كلها في 5 دقايق. الجمال اللي في بورسعيد وبور فؤاد والهدوء اللي ربنا انعم عليهم بيه يخليك تظن وتتخيل كده ان بورسعيد وطبعا بور فؤاد مدينه لا تصلح الا للشعراء، مدينه كده تخليك عايش في سلام نفسي وعمرك ما تتخيل انه يبقى فيه بين اهلها مجرم او سارق او بلطجي. ويمكن فعلا تكون مدينه بورسعيد من اقل المحافظات في مصر في معدل الجريمه، وزمان ما كناش نقرا عن اي جرائم خالص حصلت في بورسعيد. كلنا شايفينها مدينة رايقة، أهلها مثقفين، وحتى ما بتستقبلش مصايف كتير زي أي مدينة ساحلية، وده سر من أسرار هدوءها وجمالها. لكن في الفترة الأخيرة في آخر كام سنة كده ابتدينا نسمع في الأخبار ونقرأ عن حوادث بتحصل في كل مدينة هي مش بنفس معدل المدن التانية، ويمكن ده راجع لقلة عدد السكان لكنه ابتدى يحصل. والحادثة اللي هنتكلم عنها النهاردة حادثة من أبشع ما يكون، يعني حادثة مش هقولك ما تحصلش في بورسعيد، دي ما تحصلش على الأرض أساسا. ونشوف إيه اللي حصل. اللي حصل إن أمن بورسعيد وصلوا بلاغ إن في جثة سيدة 42 سنة مقتولة في بيتها في عمارات الفيروز في بور فؤاد. الست اسمها داليا سمير الحوشي، بتشتغل مشرفة عمال في مستشفى الحياة ببور فؤاد. ست مصرية شقيانة وطلعان عينيها، كل زمايلها شايفينها مثال التدين والأخلاق العالية والاحترام. كانت طيبة مع الكل، كانت بتجهز لهم الأكل كأنهم خواتها أو عيالها، وكان الكل بيحبها وبيحترمها. بيحكوا إن هو يوم من الأيام ماتت حضنت زمايلها كأنهم بتودعهم وروحت بدري. عشان كده حصلت صدمة لزمايلها لما عرفوا إنها ماتت، وإنها ما ماتتش موتة عادية، دي اتقتلت وجلدها مكوي بحاجة مغلية نزلت عليها. طبعا المباحث شكت في كل اللي حواليها وفرغت الكاميرات اللي حوالين البيت، لكن الغريب ان لحد دخل البيت ولا خرج. بنتها قالت انها لقيتها مقتولة وان اكيد حرامي دخل عشان يسرقها فقتلتها، خصوصا انها رجعت يوم قتلها بدري من الشغل، فاكيد فجأة الحرامي في قتلها. الجيران معظمهم قال احنا ما شفناش حاجة، في جار منهم قال ان احتمال يكون حرامي بس احنا برضو ما شفناش حاجة. ولاد الست الصغيرين كانوا منهارين جدا، ما كانوش عارفين ايه اللي حصل، كانوا في المدرسة وقتها ولما رجعوا لقيوها ميتة، لكن معرفوش هي ماتت ليه وازاي. المباحث وهي بتفتش البيت وبتعمل معاينته ما لقيوش اي دليل على انه كان في حرامي، لقيوا كل حاجة في مكانها. في بعترة لكن مفيش حاجة متاخدة، مفيش حاجة ناقصة، الموبايل في مكانه، ما كانش عندهم فلوس، الحلقة في ودنها وملهاش اعداء، بالعكس كانت كل الناس بتحلف بيها وباخلاقها وكرامها. المباحث وهما بيعينوا المكان لقيوا تيشيرت رجالي، والمعروف ان الست لا ليها ابن كبير ولا ليها زوج وعايشه بتربي عيالها وبتشقى عليهم. اهو التيشيرت ده بقى هو اللي حل لغز القضيه. يمكن الحرامي قلعه لما اطمن ان مفيش حد في البيت واخد راحته، ولما الست جت بدري وكشفته قام بقتلها، بس الكاميرات ما جابتش ان حد غريب دخل البيت. يبقى مفيش غير تفسير واحد ملهوش اي تاني، وهو ان الحرامي من الجيران. اسهل طريقه تعرفوا بيها مين الحرامي من الجيران انهم يعرفوا مين الجار صاحب التيشيرت. طيب هيبتدوا السؤال من عند مين؟ ما هو احتمال اللي هيتسال يطلع هو المجرم. المباحث قررت تبتدي من بيت القتيله. سالوا البنت الكبيره اللي عندها 20 سنه، قالت انا ما اعرفش حاجه. الاولاد الصغيرين قالوا ما نعرفش، لكن في لحظه البنت الصغيره مسكت التيشيرت وقلبته في ايديها وصرخت. التيشيرت ده بتاع جارهم المقرب، الجار اللي بيحبوه. بسؤال الجار واللي كانت سأل قبل كده وقال انه احتمال يكون حرامي هو اللي قتل الجارة، انكر، لكن مع الضغط وتضييق الخناق عليه اعترف انه هو اللي قتل. لكن الصادم في الموضوع انه ما كانش جاي للسرقة، هو كان جاي في علاقة محرمة مع بنت الست الكبيرة
ولما الام جت في الشغل بدري وشافتهم سوا قتلوها هما الاتنين. تخيل، تخيل البنت تشترك مع العشيق في قتل امها الشقيانة عليهم. اسمع بقى اللي جاي، الست وهما بيموتوها طلبت منهم الرحمة وقالت لهم ارحموني، طب سيبوني اتشاهد، وقعدت تصرخ بالشهادة. قالتها مرة والتانية وفي التالتة، ضربها الشاب بضرب على راسها موتها، ضربها وهو بيقول لها كفاية عليكي كده، قتلها وهو وبنتها وقالوا لها كفاية عليكي كده، كفاية حياة وكفاية تقول الشهادة. المجرمين بعد الام ما ماتت كانوا خايفين تكون ما ماتتش، عايزين يموتوها فوق الموت، يموتوها مرة كمان عشان يتأكدوا انها فعلا ماتت ومفيش اي فرصة للنجاة. صلوا على النبي كده واطلب لنا كلنا السلامة، واسمع البنت عملت ايه، ربنا يخرجنا منها على خير. البنت بعد ما قتلت امها هي وحبيب القلب غلت المية ودلقتها على امها. ايوة زي ما سمعت كده، دلقت عليها المية المغلية عشان تتأكد من موتها. شايفين القسوة والجحود، شايفين وصلنا لايه؟ انت عارف ان الست دي لا هي قاسية ولا متسلطة، كل الناس بتحبها وبتحترمها وبيقول عليها عطوفة وكريمة. تخيل مع اولادها هتبقى عاملة ازاي اذا كانت هي كده مع الغريب. تخيل تتقتل وتتسلق بالمية المغلية. تخيل البنت هي اللي تعمل كده، ليه؟ ليه عملت كده؟ خافت منها؟ دي امها مش هتفضحها، بالعكس هتخاف عليها وهتجوزها للشخص اللي هي معاه، ولا هتطلب مهر ولا شك. عملت كده ليه؟ يمكن عشان طريق الحرام طريق ملهوش اول من اخر، واللي بيعمل حاجة حرام بيعمل كل المحرمات بعد كده عادي. انا مش فاهم، مش فاهم، وخايف على اولادي من الزمن اللي احنا فيه. زمان كان اللي بيزرع شوك بيجني شوك، لكن دلوقتي اللي زرع واللي ما زرعش كل بيجني الشوك. وبختك يا وبخيت. لحد هنا وخلصت حلقتنا، ياريت تعملوا اللايك والشير والمتابعة، واسيبكم في حفظ الرحمن. كان معاكم اخوكم احمد الحكيم، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.